أحسن غريبية، تحياتنا العسكرية والمدنية أستاذنا الفاضل. تحياتي العسكرية والمدنية والجوية والبرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية احترام وتقدير عسكرية ومدنية لكل من يتابع هذا البث من متقاعدين ومشطوبين، وعلى الخصوص بذكر المشطوبين، نحن نرى ونراقب ملفاتهم، ومدام للأسف الشديد كانت النتائج سلبية وسلبية جدا، وجب وأصبح من الضروري وأصبح من الحتمي الوقوف مع هذه الفئة من أجل إعادة النظر في أحوالها وملفاتها، ولما لا استرجاع حرياتها، سيما والوقائع الأخيرة على مستوى ورقلة. على العموم، ملف المشطوبين هو أمر آخر، وإلى غاية الآن يعني لازال لم يتم جدولة هذا الملف، في حين وإلى أن تتضح التواريخ راح نكون بطبيعة الحال موجودين، لأنه لو نعاود نولي شوية اللور 40 ولا 80 مشطوب على مستوى البليدة، ما كناش على مستوى الابتدائية ولكن جينا على مستوى الاستئنافية، وكنا سبب من أسباب الخير، سبب من أسباب الخير، والحمد لله والشكر لله. يعني ما هو إلا شرف عظيم أتيح هذا الشرف لنا في الوقوف مع فئات مظلومين، ليست فقط المشطوبين والمتقاعدين ولكن فئات أخرى. طبيعة الحال الهدف من هذا البث هو أن نقدمه رسالة ونزيح اللبس والغموض. العام والخاص على دراية وعلم يعني أن هنالك مجموعة من متقاعدي الجيش الموجودين على مستوى المؤسسة العقابية بالبليد، وكاين فئات أخرى اللي طبيعة الحال أنصفتهم العدالة، والحمد لله كاين اللي دا البراءة وعاودوا للأهل تاعو، والعدالة مشكورة على ذلك. يعني لما العدالة تمدنا أحكام مليحة نشكروها ونقول لهم بارك الله فيكم، سيما ويتعلق الأمر بفئة متقاعد الجيش. هذه فئة متقاعد الجيش هي فئة حساسة، علاش راني نقول في هذا الكلام؟ كل الفئات وكل الشرائح خدموا الوطن، ولكن أنا لما نولي لأشخاص إلى غاية الآن، إلى غاية اليوم، الأجساد تاعهم تحمل آثار التضحيات، تحمل آثار التضحيات. يعني تلقى رجل متقاعد مبتور الرجل في يوم من الأيام، اللي ما نكذبوش على أرواحنا نقولوا الحقيقة، والساكت عن الحق شيطان أخرس. كان إنسان باش يروح يؤدي الخدمة الوطنية ما يقدرش، إنسان باش يروح يؤدي الخدمة الوطنية يروح بالتخبية،
لأن الجزائر كانت في نقاط مظلم وكانت في نقاط خطير وخطير جدا، وهي العشرية السوداء. هذاك الوقت الصعيب خرجوا رجال، خرجت فئة رجال أشداء يحبوا الوطن وضحوا بالنفس والنفيس، كانوا على مستوى الواجهة ومتقاعدي الجيش الوطني ومشطوبي الجيش الوطني، لأن المشطوبي كاين اللي شطب بسبب طبي، إنسان صوته من الكوبتير طاح على روشي تكسر تقطع من رجله راح ريفورم للدار تاعو. إذا جاءت فئة هي فئة متقاعدي ومشطوبي الجيش الوطني اللي كانت في الصف الأول وحاربت الإرهاب بكل الفصائل تاعها. دونك للأسف الشديد احنا يعني اليوم ونحن نرى ونحن نشاهد انه كاين حوالي 37 متقاعد اللي موجود على مستوى مؤسسة عقابية يقضي في عقوبة اللي راها وصلت لحوالي عام وما نعرف وين راها رايحة. انا والله نتأسف لهذا الامر ونتمنى ان العدالة الجزائرية التي نحترمها تغير رأيها فيما يتعلق بالاحكام. وفي نفس الوقت يجب استبعاد عدة أفكار سلبية تشويهية الهدف منها ترخيص النضال تاع المتقاعدين، الهدف منها ترخيص تضحيات المتقاعدين، الهدف منها أنه تشوه سمعة هذا المتقاعد. إلا أنه وهذه حاجة قطعية، ما نقدروش بأي حال من الأحوال أن نلبس ثوب الخيانة للمتقاعد. متقاعد الجيش الوطني الشعبي أو مشطوب الجيش الوطني الشعبي خرج يدافع على حقوقه، ما نقدروش نشدوا هذا المتقاعد ونلبسوا له ثوب الإرهابي ولا ثوب الخائن ولا ثوب الشخص اللي خارج يهز أمن واستقرار الوطن. لأنه من 2017 الى غاية يومنا هذا كاين عدة خراجات، ما كانش خرجة وما كانش زوج وما كانش ثلاثة، خراجات وصلت لحوالي 20 خرجة، وفي كل مرة يخرج واحد يتبعه جماعة يروحوا يديروا وقفة احتجاجية سواء امام الوزارة سواء امام البريد سواء امام كذا. الهدف من هذه الوقفات هو هدف واحد ووحيد، ما كانش اللي يحوس يعني يمد تحليل اخر ولا يمد افكار اخرى ويقول ان الهدف من الخراجات هي هز الامن والاستقرار. هذا شيء اللي احنا ناكدوه انا يعني بمعرفتي الخاصه ومن خلال التجربه تاعي ومن خلال واش شفت ومن خلال واش سمعت ومن خلال كل الوقائع ومن خلال معظم المحاكمات اللي مرت بها هذه الفئه. متقاعدين الهدف اللي خرجوا على جاله هو المطالبه بالحقوق، وبالتالي احنا ما نقدروش نجو نقولوا اليوم هذا المتقاعد جاي يهز الامن والاستقرار تاع الوطن. هذا من بين الأسباب اللي نتمنى من خلاله، لأنه لما تتضح الأفكار تتضح الصورة. هذا من بين الأسباب اللي احنا نتمناه باش العدالة تعاود يعني ترأف بهذه الفئة. 37 متقاعد موجود على مستوى مؤسسة عقابية، حوالي 6 ولا 7 كاع مقطوعين رجل في حالة يرثى لها، كاين مرهوني أحمد، ربيعي فاروق، حسيني عمار، تقيلة عبد القادر، فاغول بن عالية، كوداش عبد النور، بول بغال، يعني حوالي 6 ولا 7 متقاعدين مبطوري الرجل إلى غاية اليوم يحملون آثار تضحياتهم من أجل الدولة الجزائرية. دونك احنا اليوم باش نجيو نقولوا هذا المتقاعد جهز أمن واستقرار، أنا نقول لا، يعني أمر كان مغلوط. لا ربما للأسف الشديد وكنا هضرنا عليها من قبل أنه كاين تقارير اللي كانت حتى تخرج من هذه الفئة، واحد يخرج تقرير من فئة يقول بلي كاينه خرجة وهي ميبا ما كانش خرجة، واحد يخرج يقول بلي كاين اجتماع، تقارير مغلوطة تخرج من داخل الفئة على الفئة. وهذا الشيء للأسف الشديد اللي خلانا اليوم نشوفوا ناس اللي راهم مباصية في المؤسسات العقابية. جانب آخر بقضية النداءات، كاين اللي يعني حبوا يحملوا ايضا المتقاعدين يقول لك انه استجابوا لنداءات من الخارج ولا استجابوا لنداءات من الخارج ومن الداخل من اجل هز وزعزعة الاستقرار. نو، هذا امر ثاني ما نقدروش احنا ننسبوه للمتقاعدين الجيش، لانه احنا نعرفوا للاسف الشديد
في كل مرة يخرج المتقاعدين هذو يطالبوا بحقوقهم، يخرجوا واحد ولا زوج من خارج الوطن، يبداو يعني ينسبوا هذو الخرجات ليهم، ويقول لك بلي احنا اللي خرجناهم وحنا اللي طلبنا منهم يخرجوا الى غير ذلك. ولكن هذا الشيء راه غير موجود، لو نولي للحقيقة راه غير موجود. علاش راني نقول في هذا الكلام؟ لانه اليوم الناس هذو راهم موجودين في مؤسسات عقابية، شكون خرج يدافع عليهم؟ لو بالفعل كانت عندهم نداءات من الخارج ولا نداءات من الداخل، ما واحد دار عليهم بث، ما كان شخص تعاطف معاهم، ما كان شخص وجه نداء للعدالة انه يعني من اجل اطلاق سراحهم، لا من الداخل ولا من الخارج، لا من الخارج ولا من الداخل، لا برلماني ولا غير ذلك، اليوم خرج يدافع على هذا الفئة. هذا يؤكد انه ما كانش استجابة لنداءات الخارجات، كانت مجرد خارجات عرضية. للأسف الشديد اصطدموا مع واقع اللي هو تطبيق القانون، طبقوا عليهم القانون، اليوم راهم موجودين في المؤسسات العقابية. الناس اللي تعاطفت مع هذه الفئة هم أشخاص موجودين من داخل الفئة، كانوا منسقين إلى غير ذلك، أصحابهم تعاطفوا معهم. كيف تعاطفوا معهم؟ وقفوا مع الأهالي تاعهم في 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 كالما رضوان الوسمية، أنا الشكر وبارك الله فيه، والعمل تاعو كان إنساني. في العيد كان واقف مع الأهالي، ما عندهاش بزاف قاعدين يذبحوا ويديروا فيه أمور، يتعاطفوا مع الأهالي تاع الموقوفين. هذا كي نقولوا خرج يدافع على المتقاعدين، خرج يدافع على المتقاعدين، تعاطف مع أهالي المتقاعدين. في خنشلة سالم مراد، سالم مراد أيضا يعني العمل تاعو كان عمل نموذجي، وقف مع الأهالي تاع المتقاعدين إلى غير ذلك. دونك باش نقولوا بلي الناس هذو خرجوا لانه لباو نداءات من الخارج، انا نقول لا. اشخاص اللي موجودين على مستوى خارج الدوله الجزائريه واحد او اثنين، كل ما يشوف متقاعد خرج ولا جماعه من المتقاعدين خرجوا يطالبوا بحقوقهم، يديروا دي فيديو ويديروا بث ويبدا يهضر فيه، يقول لهم روحوا ليه وروحوا ليه وروحوا ليه، الا ان المتقاعدين والله ما على بالو بهم. ناس خرجت تطالب بحقوقها، يعني اصلا الاماكن اللي ذكروها في البث ولا في اللايف اللي داروا شخص او اثنين من خارج الوطن، المتقاعدين ما راحش ليها خلاص، كانوا على مستوى البلاد رايحين الجزائر العاصمه. تختلف تماما عما ورد في هذا البث. نفس الشيء بالنسبه للداخل، رانا نقولوا لو انه بالفعل تم تحريضهم على هزو استقرار امن الوطن، لنفس الفئات تخرج وتدافع عليهم وتطلب اطلاق سراحهم من المؤسسات العقابيه. ما كان ولا شخص خرج يطالب باطلاق سراح الموقوفين من المؤسسات. اللهم من داخل الفئه عندهم خليه دير منشورات اشاك فوا، وفي كل مره راهم يدافعوا هما بانفسهم على انفسهم، يعاونوا في الاهالي تاع الموقوفين، ويوجهوا في نداءات للسيد رئيس الجمهوريه. دونك باش نكونوا شويه منطقيين، هذوك الناس هذو ضحاوا على جل البلاد، وفي وقت كان صعيب، وفي وقت كان الاخر فينا ما يقدرش يخرج من داره. ناس اللي وقفت على البلاد وضحات على البلاد، درك الا كان خرجت تدافع على حقوقها، غلطت في اختيار الوقت ولا غلطت في اختيار الوسيله. انا نظن ان العداله في كل الاحوال راح تعرف بها. كاين احكام صدرت على مستوى المحاكم، احكام انا بالنسبه لي قاسيه وقاسيه جدا. اليوم حنا نتمناو انه العداله تعاود تراجع نفسها، لانه علاش؟ لعده اعتبارات، لعده اعتبارات. ومن هذا يعني المكان وهذا المنظر حنا نكذبوا، راني نقول راني ناكد انه لا يوجد اي ايعاز، والله ما كاين ايعاز، والله ما كاين شخص قدر ياثر في المتقاعدين لا من الداخل ومن الخارج. الناس خارجه تدافع على حقوقها، الحق هذا سواء كان مشروع ولا غير مشروع، بمجرد انه تلقى واحد يخلص 3 ملايين و600 خدم 16 سنه ولا 15 سنه، ما نبقاوش نهضروا في شرعيه الحق. انسان يخلص 3 ملايين و600، 3 ملايين و600 ما تكفيش، العام والخاص يعرف بلي المبلغ هذا راه مبلغ ضعيف وضعيف جدا. دونك يخرج يدافع على حقه، ويطالب بالعيش الكريم، ويطالب بتحسين الاجر تاعو، ويطالب بغير ذلك من الحقوق. هذا حق مشروع. قضية انه امضى على عقد ولا امضى على عقود، لما نشوفوا التضحيات تاعهم واش قدموه من اجل البلاد،
نبقاو شنو نقولوا هذا امضى على عقد وقبل انه يخلص 3 ملايين و600 ولا قبل انه يخلص 2 ملايين واليوم كيفاش راه يحتاج، ولا نقولوا انه فاتوه لي ديلي لانه الناس هذا معظمهم مرضى، كاين اللي راه عقلو، كاين اللي راه الطرف تاعو، كاين اللي راح يدو، كاين اللي خسر الاهالي تاعو، حتى الوضعيه يعني في التسريح في اطار التسريح وفي اطار انهاء العقود كانوا في وضعيه حرجه وحرجه جدا، ما يقدروش يتبعوا الاجراءات. دونك انا نتمنى والله نتمنى انه نديروا نقطه لهذا الوقائع، ولربما يقول قائل اذا كان العداله خفضت الاحكام راح يعاودوا يولوا يديروا خارجات الى نو، مشي من هذا المنطق، نمشوا من منطق اخر ولعده اعتبارات. كاين 37 متقاعد موجود على مستوى مؤسسة عقابية راهم يقضوا في عقوبة قاسية وقاسية جدا، 7 أشخاص منهم مبتورين، مبتور الرجل أو مبتور سواء كان الرجل الأيمن أو الأيسر أو عنده عاهات أخرى، حتى عاهة على مستوى العقل. كي نتكلم على البول بغال خالد، البول بغال خالد فقد النص تاع العقل تاعو، إنسان مريض. نتكلم على مرهوني، مرهوني طاير رجله على ربيعي، ربيعي فاروق، حسيني عمار، الكلية تاعو تقيلة عند القطر إلى غير ذلك، كل واحد عنده عاهة. دونك لعدة اعتبارات أنا نتمنى من العدالة الجزائرية، وعندنا ثقة في العدالة الجزائرية، عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى أنه تعيد النظر في هذه الأحكام، وهذا لعدة اعتبارات بخصوص 37 متقاعد جيش موجود على مستوى المؤسسة العقابية، سيما وأن حوالي 7 منهم كلهم يحملون عاهات، اللي مبتور الرجل واللي مسلوب العقل. اعتبار آخر، الناس هذو ضحوا على البلاد، والناس هذو وقفوا على أمن واستقرار الوطن، فلا يمكن أن نلبسهم ثوب هز أمن واستقرار الوطن. الناس هذو حاربوا الإرهاب فلا يمكن أن نلبسهم ثوب الإرهاب. الناس هذو وقفوا ضد الطغيان وضد كل ما مس ومن حاولوا مس استقرار الدولة الجزائرية، لا يمكن أن نلبسهم أي ثوب. المتقاعد لا يلبس إلا ثوب البطولة، المتقاعد ما نقدروش نلبسوه ثوب الخيانة لأنه لا يليق الجسد تاعه والدم تاعه والأهل تاعه ترفض هذا اللباس. لعدة اعتبارات يجب أن نعيد النظر في هذا الأمر. تاريخ راه محكمة، احنا اليوم نقول ونوجه رسالة للسيد رئيس الجمهورية، يا سيد الرئيس هذه الفئة تعاني وتعاني جدا، هذه الفئة تعاني في صمت بها بأهاليها بعائلاتها، تعاني في صمت، زد على الموقوفين الموجودين في المؤسسات العقابية وضعيات مزرية ومزرية جدا، يعني حالة اجتماعية والله يندى لها الجبين، حالة اجتماعية يندى لها الجبين. لهذا الرسالة ستكون واضحة وبسيطة، ورسالة هذه بطبيعة الحال ستصل، من غير المعقول أنه ما توصلش، لأنه ملف المتقاعدين يعرفوا العام والخاص، ما كانش واحد في الدولة الجزائرية ما يعرفش متقاعد الجيش ومشطوب الجيش. من 2017 هم يدافعوا على حقوقهم. السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعد هذه الفئة بحل مشاكلها، هو مشكور، نشكروه ونقول له بارك الله فيك يا سيادة الرئيس. وفي نفس الوقت نذكر السيد رئيس الجمهورية أن هذا الملف بالفعل ملف شائك، ولكن حله هو بوابة للتاريخ. والله الإنسان اللي يرفض الظلم على المتقاعدين غير يدخل التاريخ، جاو بزاف أشخاص وعدوا وقالوا ونديروا ونديروا، صعوبة الملف لما فيه وما بداخله وما يحتويه. اليوم باش نقولوا أن الرئيس ما وفاش وعده، العهدة تاع السيد رئيس الجمهورية لم تنتهي، نستناو لآخر يوم ونستناو يعني تجسيد هذه الوعود، تجسيد هذه الوعود
الى غايه اخر يوم في العوده تاع رئيس الجمهوريه. في نفس الوقت يعني كحوصله، احنا بالنسبه للمحاكمه نظن بلي المحاكمه راح تمر في ظروف عادله طبيعه الحال. بالنسبه للاهالي انا نطمنهم، هذو المتقاعدين الجيش، الناس اللي راهم موقوفين عندهم الدفاع تاعهم، عندهم المحامين تاعهم، رانا يعني مطوبعة على عمله نقديه من الاخر. واحد زائد اللي جا جولي ما جاش الا لاجه. صح كاين موجودين ظروف عادله، محاكمه عادله باذن الله، العداله تعاود النظر في هذا الملف، يدافعوا على انفسهم، راح يمد لهم كامل الحريه باش يدافعوا على نفسهم، ورانا موجودين معاهم. اي نقطه او اي شيء راح يفيدهم راح يذكر، باش نكونوا يعني مقسطين في هذا الامر. ما كانش شخص راح يجي ويقول نو، ما كانش عندهم دفاع ولا ما قدروش يدافعوا ولا ظلمتهم العداله في المحاكمه، بغض النظر عن الاحكام. الاحكام انا لما ما عجبتنيش قلت ما عجبتنيش، نتمنوا انه العداله تعاود تغير هذه الاحكام. وكاين فرصه طبيعه الحال، كاين فرصه باش العداله تغير الاحكام. هذا هو مبدا قانوني، مبدا القضاء على درجتين. واش صرا في باب الواد؟ انه صدرت احكام بعام حبس نافذ على مستوى مجلس قضاء الجزائر، تم التصدي للاحكام وصرحوا بالبراءه تاعهم. هاي نحكاو الاحكام كامله تاع الادانه وطولهم بالبراءه. دونك هذا يبقى امر يعني العداله هي اللي راح تفصل فيه. احنا راح نقدم كل الامور وكل شيء ينفع يعني هؤلاء الاشخاص اللي نتمناو باش تكون كاينه نقطه لهذا القصه هذه وهذا المشكل العويص اللي راهو فيه. ان شاء الله خوتي كما يقول لك تكون نتائج ايجابيه، عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى، وربي يجيب الخير يا خوتي، ربي ينصر الحق وربي يجيب الخير. قضيه الحضور ما الحضور انا ما راحش نتكلم عليه، انا خدمت، احنا خدمنا في باب الواد، خدمنا في الجزائر العاصمه. رايي في الحضور هو رباي، احنا نحبوا دائما نخدموا في صمت ونخدموا في هدوء. ما نقدر نقول لحتى واحد اي امر، ما نقدر نامر، ما نقدر ننقص في هذه النقطه، ولكن العمل تاعنا دائما نتمنى انه يكون في هدوء وفي صمت، سواء يعني من اجل انه تكون ظروف محاكمه عادله، من اجل انه تكون محاكمه هادئه، او من اجل انه تكون احكام ايجابيه. ان شاء الله يعاودوا يرجعوا لهم البراءه تاعهم. في الاخر هذو ناس خرجوا يطالبوا بحقهم، ما كانش اللي يجي من برا يخطب عليهم ويقول لك انا قلت لهم خرجوا، ما كانش منها، ما كانش اللي يخرج المتقاعدين من الاخر، وما كانش اللي يقدر يخرج المتقاعدين، لانه نولوا النقطه اليوم الناس كي راها مرميه في المؤسسات العقابيه، ما كانش اللي خرج يدافع عليها. واحد ما خرج يدافع على المتقاعدين، نتحدى شخص سواء كان مثقف من الداخل ولا من الخارج. اذا لو الناس هذو خرجوهم الزوج ولا الواحد اللي راهو برا ولا الثلاثه اللي راهو برا ابواق الخارج، لا دافعوا عنهم وهم موقوفين، لا وكلوا عنهم محامين، لا يوجد شيء. في اراه تدافع على روحها، متقاعدين هم يدافعوا على روحهم، خرجوا يدافعوا على حقهم، دخلوا المؤسسات العقابيه هما راهم يدافعوا على روحهم. بدليل راني نقول لكم واش كاين في كالما، المنسق تاع كالما ربي يحفظه كان واقف مع الاهالي، والمنسق تاع خنشله واقف مع الاهالي، المنسق تاع ام البواقي واقف مع الاهالي، والغرب واقف مع الاهالي. دونك فئه تدافع عن نفسها مثل ما دافعت عن البلاد وما طلبت حتى حاجه، تعلمت انه تدافع على حقها وتدافع على نفسها بنفسها. دونك ما كان نحوسوا لبسوهم ثوب الخيانة، قلنا ثوب الخيانة لا يليق بالمتقاعد. لهذا احنا نتمنوا ان العدالة تعاود تراجع الاحكام. كاين حوالي 37 متقاعد راهم موجودين في المؤسسات العقابية، عندهم اهالي، ناس سبعة منهم كلهم مرضى، كلهم دي بسيكاتر، كاين اللي مقطع رجله، كاين مرهوني، كاين ربيعي، كاين حسيني، كاين تقيلات، كاين مرهوني، كاين كوداش، كاين بولبغال، الى غير ذلك. هذا راهم كاع لي زومبيتي ناس مرا، نتمناو باش يعاودوا يخرجوهم ويطلقوهم يروحوا لديارهم. قضية انه هذا الاحكام اذا كانت الاحكام تردع الوقفات، انا نقول ان شاء الله ما نمشوش بهذا المنطق، لانه الناس هذو الهم تاعهم انه يطلقوا صحابهم ويروحوا لديارهم. هذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.